السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في درس النشر والتعميل. اللي غنشوفو ندخلو جوج فقرات مهمين، اللي هما النشر، يمكن ماشي النشر ديال الحوايج ولكن النشر ديال الأعداد، والتعميل ديال الأعداد اللي كنعتبر اللي كيتعتبرو من أهم العمليات اللي غادي تقوموا بهم في هذه السنة، وغتستعملوهم في الدراسة في السنوات المقبلة، في الأعوام الجاية، في الثامنة ولا في التاسعة ولا حتى في البكالوريا، وحتى إن شاء الله في الدراسات العليا. ندوزو للشرح ديال النشر. النشر، فقط نفكركم بواحد الحاجة مهمة بالنسبة للنشر، هو خاصية ديال اش خاصية ديال جداء عددين نسبيين، يعني سواء سالب سواء موجب. غنذكر بعض الخاصيات، ان الا ضربتي دونك عدد موجب في عدد موجب اش كيعطيك؟ عدد موجب. عدد سالب عدد سالب اش كيعطيك؟ عدد موجب. عدد موجب في عدد سالب كيعطيك عدد، هنا عدد موجب كيعطيك عدد سالب. عدد سالب في عدد موجب كيعطي عدد سالب. هادو هاد خاصيات مهمين خاصة في عملية النشر، لهم في بالنا ومخصناش نغلطو فيهم. إلا غلطنا فيهم ديك العمليات اللي غنديرو كاملين غيكون عندنا خطأين، لذا احنا ذكرنا بهم. ولكن يمكن الانسان كيغلط فيهم بزاف ولا شي حاجة، يكتبهم حدا في شي ورقة ولا في الورقة اللي غيبقى يصوب التمارين، يكتبهم حدا باش يبقى عاقل عليهم، باش مع التمارين غيتعود عليهم غيوليو يجيو سهل. بالنسبة لعملية النشر باش نفهموها، ناخد واحد المثال. ناخد واحد عدد أ اللي كيساوي جوج في ثلاثة زائد أربعة. إلا بغينا نحسبو هادي هي جوج في، كنا بالنسبة للعمليات كنحسبوها من داخل الأقواس، دونك جوج زائد ثلاثة هي سبعة، إذن أ تساوي جوج في سبعة، إذن أ تساوي أربعتاش. ناخد العملية بي هي جوج في ثلاثة زائد جوج في أربعة، إذن كما قلنا كنحسبو ما بداخل الأقواس، دونك جوج في ثلاثة هي ستة زائد جوج في أربعة هي ثمانية، دونك بي تساوي 14. إذن أ تساوي بي. شنو معنتها؟ يعني هاد الكتابة هي نفس هاد الكتابة، هنا جوج مجموع، هنا فرقين جداء. استغفر الله العظيم. إذن دونك جوج ثلاثة زائد أربعة تساوي جوج ثلاثة زائد جوج في أربعة. شنو كتلاحظو معايا؟ أنا عندي جوج، اش كنلاحظ؟ كنلاحظ مفرقة هنايا، دونك جوج بحالي، دونك بحالي جوج فرقتها هنا باستعمال العملية بيناتهم لي جداء، هنا تاني جوج ضربتها هنايا. هاد العملية من هنا لهنا تسمى النشر.
هذا بالنسبة عملية هنا نحتاج هنايا الزائد كنحتفظو بها هنايا. كذلك بنفس الطريقة يمكننا نديرو الناقص. دونك بصفة عامة كان عندنا واحد العدد أ عامل هنا راه الجداء كنكسبوهاش. دونك إكس ناقص إيكغيك اش كنديرو؟ كنشدو هاد أ نضربوها في إكس، يعني كنكتبوها أ في إكس أو أ إكس نفس الطريقة، أو نكتبها هنا باش نعاود نشرحها. كندير الإشارة اللي عندي هنايا، ندير الإشارة اللي عندي هنايا نحطها هنا، وكذلك كنضرب أ في إيكغيك. كذلك بالنسبة أ إكس زائد إيكغيك بنفس الطريقة، إذا هي أ إكس زائد أ في إيكغيك، يعني كنكتبها أ إيكغيك. دونك النشر كتحول لي الجداء إما إلى فرق بالنسبة للنشر. ناخدو أمتين، ناخدو حالة واحدة أخرى. مثلا عندي ناخدو واحد العدد N، عندي A زائد B ناقص C زائد D. اش كندير؟ كناخد ان ونضربها في اي عدد. دونك ان في ا، دونك ان في ا كنكتب الاشاره هنا زائد ان في بي، كنكتب الاشاره ناقص ان في سي، كنكتب الاشاره زائد ان في دي، يعني كنفرق ان عليهم كاملين مع ردة البالي الإشارة ديال كل عدد فيهم. هذه النشر بصفة عامة، يعني مشرطاش في جوج أعداد، قد تكون هنا بزاف ديال الأعداد. ناخد أمثلة، مثلا ناخد 3، كتسمى 3 عامل جوج زائد واحد ناقص 4. دونك اش كندير؟ كنضرب 3 في جوج، دونك 3 في جوج ناخد الإشارة زائد، ناخد نوع واحد آخر، دونك زائد دونك 3 في واحد، 3 في واحد، 3 في واحد، عندي ناقص، دونك نكتب ناقص 3 في 4. وكنحسب هنا 6، هنا درت عملية النشر، عاد كنحسب زائد 3 ناقص 12. 3 زائد 6 هي 9، دونك 9 ناقص 12، 9 ناقص 12 هي ناقص 3. هذا مثال ديال عملية النشر اللي فيه الجمع وفيه الطرح. لاحظتوا معايا هنا عندي زائد 3، إذن الخاصيات هنا طبقناهم. إذن عدد موجب في عدد موجب، زائد في زائد، زائد إكس من هنا، زائد في زائد، زائد زائد في الناقص، إكس من هنا ناقص، طبقنا هنا الخاصيات. هنا كاين واحد الخاصية، مثلا عندي 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3. كيفاش يمكن نكتب نحسب هذه بلا ما نحسبها؟ طريقة 3 زائد 3 6 زائد 3 9 زائد 3 12 زائد 3 15 زائد 3 18. دونك هنا اش كنقول الحد المشترك شنو هو؟ 3. شحال معاودها من مرة؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، 6 مرات. كنكتبها 6 × 3، 6 × 3 تساوي 18. هذه خاصية، لكن عندك أ زائد أ زائد أ زائد أ زائد بزاف ديال الأوات،
وهنا كيتعاودوا ان مرة، يعني 100 300 400 مرة، هو العدد اللي كيتعاودوا. إذا يعني العدد كيساوي ان في ا، دونك العدد اللي كتعاود فيه ا ضربه في ا، هذه خاصية. ناخد واحد المثال، غادي نقولك حسب لي ا تساوي 3 ا زائد 25 ا. ناخد هنا بي مثلا، باش متخلطلناش ا مع دونك. هنا عندي ا، هنا عندي ا، هنا عندي بحال اللي قلت، عندي ثلاثة ديال الديور، مجياش ديور، ثلاثة، عندي ثلاثة ديال الدراري وخمسة وعشرين بنت، أو باش ميطلعش فيهم الحال البنات، ثلاثة ديال البنات خمسة وعشرين دري. دونك شحال عندي في المجموع ديال كل شيء؟ دونك إلا جمعت ثلاثة كنحسب أ، كنجمع ثلاثة خمسة وعشرين اللي هي 28. الإشارة هذا بالنسبة للجمع، بالنسبة للجداء حاجة واحدة أخرى. ناخد مثال واحد آخر، مثلا السين هي 7 أ ناقص 4 أ. دونك أنا عندي أ ساينته، دونك هي أ، دونك 7 ناقص 4 هي 3. هذا فيما يخص النشر. دونك شفنا احنا في النشر ان عدد مثلا ا كضربو في شي اكس زائد ايكغيك، دونك حد كضربو في مجموع اللي قلنا كتساوي ا اكس زائد ا ايكغيك. دابا الا كان عندي مثلا 3 زائد 5 مضروبة، هاد الإشارة زعما كتعني مضروبة في 2 زائد 4، كيفاش يمكن ليا نشر هاد القضية؟ دونك نطبق نفس هاد الخاصية. كيفاش يمكن ليا نجمع 3 زائد 5 يساوي 8 وندير الخاصية، أو هاد القضية يمكن ندير على الشكل هاك. دونك 3 في هاد الشي كامل، دونك 3 في 2 زائد 4، كانت الإشارة هنايا يعني زائد 5 في 2 زائد 4، إذن تساوي، كنطبق هنا الخاصية. دونك هي 3 في 2 زائد 3 في 4، هنا عندي زائد 5 في 2 زائد 5 في 4، وبالتالي هكا كنكون نشرت العدد. دونك الخاصية الثانية عندك أ زائد بي، إذا ضربتها في إكس زائد إيكغيك دونك هي كتساوي أ في إكس زائد إيكغيك زائد بي في إكس زائد إيكغيك، ولي من بعد ما نشرتها كتولي أ إكس زائد أ إيكغيك زائد بي إكس زائد بي إيكغيك. هذه خاصة كان عندي بزاف الحدود، مثلا لكن عندي تكتر من كان عندي أ زائد بي زائد سي مثلا، لذلك هنا غنجي ندير زائد سي عامل إكس زائد إيكغيك ونشرها الطريقة اللي شفنا في الأول. ندوزو دابا للتعميل. بالنسبة للتعميل هي الطريقة العكسية للنشر. بعد ما نشرنا حوايجنا غادي نعملوهم، غادي نجمعوهم.
التأميم. شنو هو التأميم؟ هو المجموع أو الفرق رد على شكل جداء. مثلا دي أ أو بي تساوي 6 أ زائد أ إكس. هذا بغيت نردو جداء، أول حاجة اش كندير؟ كنشوف بين هاد الحدود، بين هاد العددين بجوج، شنو العدد، شنو الحاجة المشتركة بيناتهم. دونك شنو كنلاحظ؟ شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ أن أ مشترك بيناتهم. إذا كنكتب أ وكندير قوس، كنكتب العدد اللي كان مع أ اللي هو 6، ونحتفظ بالإشارة هنا زائد، ونكتب العدد اللي كان حداه. هذه العملية من هنا لهنا تسمى تعميم. يعني هنا كان عندي مجموع ولا جداء، هذه العملية كتسمى تعميم. ناخذ مثال واحد اخر، مثلا ناخذ سي تساوي جوج أ إكس ناقص 4 أ إكس مثلا. دونك أول حاجة قلنا اش كندير؟ كنشوف المشترك. هنا عندي أ إكس، عندي أ إكس سي تساوي أ إكس عامل، هنا عندي جوج قرينا هنا ناقص، هنا ناقص 4، تنسي تساوي AX في هنا ناقص جوج، دونك هي ناقص جوج AX. هنا هذا هو التعميم. من خلال التمارين غنتعودو عليه شوية بشوية. دونك قلنا التعميل، التعميل هو العملية العكسية بالنسبة للنشر. ناخذ مثال واحد آخر، ناخذ أ مثلا هي جوج أ بي إكس زائد أ بي إكغيك ناقص أ بي. دونك شكن أول حاجة شنو كنشوف؟ كنشوف شنو الحاجة اللي مشتركة ما بين هاد الأعداد، إما بينهم كامل ولا بين جوج. دونك هنا عندي أبي، هنا عندي أبي، هنا عندي أبي، إذا أبي هو مشترك. شنو كتبقى لي هنا من أبي؟ كتبقى لي جوج إكس. نعتبر بالإشارة أنا كتبقى لي إيكغيك وحدها الإشارة ناقص، وهنا أبي هي أبي واحد، دونك يبقى لي هنا واحد، كنحتفظ بالإشارة الناقص. إذا من هنا لهنا قمنا بعملية التعميم. هذا خاص بالتعميم. شوفوا دابا المستطابقات الهامة. بالنسبة للمستطابقات الهامة كاينين ثلاثة، كاين أ زائد بي أس جوج، نقلت على شفنا الأس اللي كتساوي أ أس جوج زائد جوج أ بي زائد بي وكاري، كذلك أ ناقص بي وكاري هي أ وكاري ناقص جوج أ بي زائد بي وكاري، و أ ناقص بي في أ زائد بي تساوي أ أو كاري ناقص بي أو كاري. وهادو نعقل عليهم مزيان حيت غنوليو نستعملوهم بلا ما نبرهنو عليهم.
يمكن هذه الكتابة منين جات؟ مثلا ألتا إيد بي وكاري، دونك عدد أس جوج هو العدد في نفسه، دونك هي أن عامل أن زائد بي زائد بي عامل أن زائد بي. دونك ننشر هذه أف أ هي أ أو كاري زائد أف بي هي أ بي زائد أف بي هي بي أ هي أ بي زائد بي أو كاري تساوي هي أ أو كاري. دونك أ بي زائد أ بي شحال هي جوج أ بي زائد بي أو كاري، وهكذا كنحصل على هاد النتيجة. يعني ندوز نيشان، يعني هاد النتيجة فاش استعملنا؟ مثلا قال لك ثلاثة زائد خمسة كل أوكار، واش تحسبها؟ حسبها بلا ما تجمع، قال لك حسبها باستمرار مسابقة العام. دونك شنو هي؟ هي ثلاثة تبقى خاصية أ هي ثلاثة و بي هي، دونك هي ثلاثة وكاري زائد جوج ضربة في أ بي ضربة ثلاثة، ثلاثة في خمسة زائد خمسة وكاري، و تثبت السعود هنا خمسطاش، جوج هي ثلاثين، خمسة في خمسة هي 25 و تسبع عليا. يعني هنا كطبق المتطابقة الهامة، دير نيشان بلا ما دير عملية النشر. وكذلك إذا كان عندك شي كتابة بحال هكا يمكن لك ترجع العكسية التعميم. يمكن هذا بالنسبة للمستطابقات الهامة، كذلك يمكن نبرهنو عليهم بالنسبة لأ ناقص بي أو كاري، والأ ناقص بي عامل أ زائد بي أو كاري هي أ أو كاري ناقص بي أو كاري. هذا بالنسبة للمستطابقات. أتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الدرس، نتلاقاو في حصة التمارين إن شاء الله. السلام عليكم.